مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصيني المال والأعمال. أنا بيلي ومحييكم من بكين. إن 40 عاما لتأسيس منطقة شنجن الاقتصادية الخاصة، وهي أيضا 40 عاما لإصلاح وانفتاح في الصين. وتطورت مدينة شنجن من مدينة ساحلية لصيد أسماك إلى مدينة كبرى حديثة ودولية. فما هي خصائص التي تجذب مدينة شنجن المستثمرين ورجال الأعمال؟ ما هي السياسات والتدابير التي اتخذتها مدينة شنجن لجذب استثمارات ودفع قوة إبداع وابتكار؟ كل هذه الأسئلة سنتحدث مع ضيفنا عبر الإنترنت سيد عرفات حرحشة، رئيس منتدى رجال الأعمال العربي هنا في الصين. مرحبا بكم سيد عرفات. أهلا وسهلا بك. وقبل حديثنا مع ضيفنا اليوم لنتابع تقرير تالي. أولا، تأسست منطقة شنجن الاقتصادية الخاصة في أغسطس عام 1980، وكانت واحدة من أول 4 مناطق اقتصادية خاصة في الصين تنفتح على العالم الخارجي، من إصدار الأسهم إلى إنشاء أول بورصة، ومن إصلاح نظام التوزيع إلى تنفيذ مناقصة المشاريع وخلق معجزة بناء طابق في 3 أيام، إلى أن أصبحت مثالا للإصلاح والانفتاح. في فبراير 1987 أصدرت شنجن أول وثيقة في البلاد لتشجيع الباحثين والعاملين في التكنولوجيا على إنشاء مؤسسات علمية وتكنولوجية من أجل تعزيز الابتكار العلمي وإعادة تشكيل المزايا التنافسية. دفعت هذه الوثيقة رين جين فاي إلى ريادة الأعمال وتأسيس شركة هواوي التي أضحت الآن علامة معروفة. في وقت لاحق طرحت شنجن استراتيجية تطوير المدينة بالعلم والتكنولوجيا، وعقدت أول دورة لمعرض الصين للتكنولوجيا الفائقة في عام 1999، حيث حصلت شركة تينسنت التي كانت من بين أفضل 500 شركة في العالم لسنوات عديدة على أهم استثمار بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي. 当时很关键是有一个这样的一个机会才能接触到资本市场，融资了200多万美元，所以才让腾讯有了一个腾飞的一个基础。 في مارس 2020 أصدرت شنجن قائمة المهام الرئيسية لإصلاح وتحسين المناخ التجاري، وجرى دفع سلسلة من سياسات الإصلاح بصورة معمقة لإزالة عقبات الأنظمة والآليات وتحفيز الحيوية لمختلف كيانات السوق. 深圳上半年当时主体和企业不降都是深的，一到七月份，深圳企业新增了17万家，就说明国际看好中国，看好广东，看好深圳，所以的外资投资也在增长，民营企业的投资也在增长。 في المرحلة القادمة ستواصل شنجن التركيز على 3 مشاريع، وهي الاستثمار السنوي في بناء منشآت البنية التحتية الجديدة الطراز ب100 مليار، وزيادة الاستثمار في المشاريع الجديدة ب100 مليار، وزيادة الاحتياطي لمشروع إصدار السندات الجديد ب100 مليار. في الوقت نفسه يوفر الإصلاح والابتكار الطاقة للتنمية عالية الجودة لتسريع تشكيل نمط تنمية جديد مع الدورات المحلية كهيكل رئيسي وبناء اقتصاد ذي دورات مزدوجة، أي محلية ودولية. نعم سيد عرفات، نعلم أنتم عشتم وعملتم هنا في الصين لسنوات عديدة، وأيضا تعملون بتجارة في غوانجو وشنجن وغيرها من المدن في الصين، ومن وجهة نظركم ما هي التدورات والتغيرات في هذه الأماكن في السنوات الماضية؟ نعم، أولا أشكركم على هذه الاستضافة.
والحقيقة يعني التطورات كبيرة جدا جدا. وأود أن أذكر لكم أنني أول زيارة لي إلى جوانجو وشنشن كانت في نهاية عام 1987، يعني تقريبا قبل 33 عام. نعم وتتخيل الفرق الكبير جدا بين هذه الأعوام. الحقيقة يعني أصبحت الحياة هنا أكثر سهولة بشكل عام. وعلى سبيل المثال البنية التحتية الموجودة الآن من طرق ومترو وخطوط القطار السريع جعل الحياة يعني أكثر سهولة بشكل عام. يعني أذكر أنا عندما أول زيارة لي لجوانجو وإلى شنجن بالذات خصوصا، يعني كان هناك مبنى واحد عالي فقط اسمه جوماو، اللي هو يعني هذا كان، وبقية الأماكن كانت لا يوجد، حتى الطرق لم تكن يعني بهذه السهولة الآن. فالحقيقة كما ذكرت الحياة أصبحت أسهل بكثير، خصوصا عندما نقارن يعني البيع وطرق الدفع القديمة وطرق الدفع الجديدة، والبيع من خلال الإنترنت يصلك كل شيء في بيتك من خلال استخدام الموبايل ببعض الأزرار وهكذا. فهذه من ناحية. من ناحية أخرى كذلك يعني وجود الأجانب والانفتاح على الأجانب وعلى بشكل عام أيضا، هذا هناك فرق، لاحظنا الفرق الكبير جدا من هناك. نعلم جميعا أن شنجن هي عبارة عن مدينة مهاجرين من داخل الصين ومن خارجها، فالحقيقة التغيرات كبيرة جدا. نعم، يعني 33 عام أنت شاهد عيان لمسيرة تطور يعني مدينة شنجن، هذا ممكن نقول مسيرة انفتاحها وأيضا إصلاح أيضا. فتطور هذه المدينة من قرية ساحلية لصيد أسماك ويسكن فيها أقل من 30,000 نسمة إلى مدينة حديثة ودولية يبلغ حاليا عدد سكانها الآن أكثر من 10 ملايين نسمة، وأيضا يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها أكثر من 2.4 تريليون يوان، وتحافظ أيضا على النمو عالي السرعة لفترة طويلة. فكيف يمكن لشنجن المحافظة على نمو سريع في الاقتصاد باعتبارها رائدة في الإصلاح الاقتصاد الصيني؟ والله أعتقد أن يعني استطاعت شنجن أن المحافظة على هذا النمو، أولا بداية هو من مفهوم تأسيس شنجن. نعلم أن شنجن أسسها الرئيس الراحل الرئيس الكبير دين شاوبين. نعم. هي كانت نموذج وانطلاقة سياسة الانفتاح والإصلاح على مستوى الصين كامل، فهي كانت المثال المحتذى التي كانت تجرب القوانين بداية في شنجن ثم تعمم على جميع أنحاء الصين. هذه الفكرة الإبداعية التي خلقها الرئيس الصيني دين شاوبين، لذلك منذ بداية تأسيس شنجن هي هذه البداية هي التي تجعلها تستمر في التطور. أنا أعتقد أن سياسة الانفتاح هذه بالدرجة الأولى، كذلك الذي ساعدها أيضا موقعها الجغرافي المحاذي إلى مدينة هونغ كونغ، والتي هي تعتبر هي يعني أول مدينة صينية منفتحة على العالم الخارجي، هذا أيضا ساعدها على التطور والاستمرار في التطور. كذلك التركيبة الاقتصادية لمدينة شنجن من ناحية أن لديها كثير من أنواع الصناعات القديمة التقليدية مثل الألبسة والأحذية وغيرها، وكذلك دخلت في الصناعات التكنولوجية العالية، هذه أعطاها أيضا سبب وزخم لأن تستمر في تطورها. نقطة ثالثة أيضا، استطاعت شنجن بقوانينها واستقطاب الكثير من الكفاءات والأدمغة من جميع أنحاء الصين أولا، وكذلك من جميع أنحاء العالم. فاستجلاب التالنت أو اللي نسميهم الأدمغة والكفاءات أيضا، هذا كان سبب رئيسي من أسباب يعني مواصلة تطور شنجن باعتقادي. نعم، وأيضا يعني نعتبر شنجن كما ذكرنا قبل قليل رائدة في الإصلاح الاقتصاد الصيني، وأيضا المنطقة الخاصة لانفتاح
يعني على العالم. فهنا يوجد بعض أرقام، يعني كمدينة كبيرة للتجارة الخارجية كان حجم الواردات والصادرات في شنجن أقل من 20 مليون دولار أمريكي قبل 40 عاما، أما الآن فتجاوز 430 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 40% من حجم واردات وصادرات مقاطعة غواندونغ وحوالي 10% من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد. فكيف ترون تدور التجارة الخارجية لشنجان خلال 40 عام الماضية؟ الحقيقة تطورت التجارة الخارجية في شنجن في 40 العام يعني السابقة تطورا كبيرا جدا. هي بلدة صغيرة كما ذكرتم، ثم الآن تشكل نسبة يعني لا بأس بها من صادرات الصين في العالم. وأعتقد كذلك يعني أن الموقع الجغرافي لها ساعدها بشكل كبير جدا. نعلم أن يعني قربها من هونغ كونغ ساعدها كثيرا في وكذلك كما ذكرنا يعني وجود الكفاءات من جميع أنحاء الصين أيضا هذا ساعدها في أن يعني في تطوير التجارة الخارجية بشكل عام. هل الآن في شنجن في عام 2019 يوجد لديها أكثر من 52 ألف شركة مصدرة، وهذه الشركات المصدرة أيضا تخدم أكثر من 271 ألف شركة على من جميع أنحاء الصين، تساعد هذه الشركات للتصدير خارج الصين. لذلك كما نقول نحن سرعة شنجن، تعرفون في المصطلح الصيني نقول شنجن سودو، السرعة في شنجن ساعدتها أن تكون لها هذه الأرقام المميزة في التجارة الخارجية على مستوى الصين بشكل عام. نعم، نعلم يعني تطور التجارة الخارجية يعني في شنجن ليس فقط يعني يجسد في أرقام و يعني ازدياد الحجم، بل من نوعية المنتجات. أنتم قبل 33 عاما يعني أتيت إلى الصين، وخلال يعني هذه السنوات هل وجدت أي تغييرات في يعني أنواع من المنتجات لتصدير واستيراد في مدينة شنجن؟ نعم، بالإضافة للكميات هناك نعم الفرق الكبير، والأهم هو الحقيقة النوعية. يعني على سبيل المثال نحن كنا في بداية عملنا كنا أكثر أنواع التي نصدرها هي عبارة عن الصناعات المتوسطة والخفيفة، حتى مثل صناعة الأدوات المنزلية، الملابس، الأحذية، الأمور البسيطة. أما الآن ننتقل إلى الصناعات الحيوية الكبيرة مثل صناعات الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها. نعلم أن شركة دي جي آي الكبيرة اللي هي لصناعات الدرون، شركة هواوي من شنجن، شركة طاهوا اللي هي التي هي البيولوجية، كذلك هذه الصناعات التي ذات القيمة المضافة العالية أيضا كانت تشكل هذا الفرق الكبير بين طبعا بالإضافة ما يتعلق بالتجارة الداخلية كما نعلم تنسنت وغيرها التي التكنولوجيا التي نستخدمها الآن في لقائكم هذا اليوم. نعم صحيح، كما ذكرت قبل قليل الماركة هواوي وتنسنت أيضا في قائمة أفضل 500 شركة صينية يعني 2020، وأيضا بالإضافة إلى هذه الشركتي الكبرتي أيضا يوجد مثلا يعني إيفرغراند جروب وأيضا بينغ أن، شركة بينغ أن للتأمين. فيعني كل هذه يعني في مجالات يعني تكنولوجيا الفائقة وصناعات استراتيجية ناشئة وتصنيع المتقدم والخدمات المتطورة وغيرها. فبرأيكم ما هي السياسات والتدابير التي اتخذتها شنجن لدفع وتعزيز تطور هذه الشركات؟ أعتقد أن السياسة أولا يعني سياسة الانفتاح اللي هي يعني الاقتصاد يعني اقتصاد السوق، الحرية في يعني لا يوجد هناك يعني محددات كثيرة. كانت السياسة بدأت
كما ذكرنا بدأت في شنجن. كذلك أركز على مسألة يعني السياسات التشجيعية في الاستثمارات لاستقطاب المستثمرين من داخل الصين ومن خارجها، أيضا سياسة تشجيع الاستثمار هذه أكثر، وثالثا سياسات استقطاب الكفاءات. ما زالت سياسات استقطاب الكفاءات هي من أهم السياسات التي ساعدت في تطور الصين. وكما تعلمون في زيارة الرئيس سي جين بينغ الأخيرة إلى شنجن، كذلك أعلنوا أن من أهم السياسات القادمة التي تتبعها شنجن هي سياسة استقطاب الكفاءات العالمية، لتكون شنجن مركزا لاستقطاب الكفاءات العالمية بشكل عام. أعتقد هذه من أهم أسباب يعني تطور شنجن، وما زالت شنجن يعني تزيد من هذه الأسباب وتزيد من تمكين هذه الأسباب لمزيد من التطور. نعم. نعم، شكرا سيد عرفات، نأخذ نفس قصيرا ثم نواصل حوارنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصيرا، فابقوا معنا. في عام 1979 بدأ الإصلاح والانفتاح في شاكو، تم بناء منطقة شاكو وتسيانخاي للتجارة الحرة على أرض قاحلة حينذاك، من رصيف صغير الحجم للشحن غير المعبأ والحاويات إلى ميناء أخضر وذكي مع الجيل الخامس بعد عدة مرات من التحديث والترقية، وبذلك شهد عملية الصعود السريع للصناعة والتجارة الخارجية في شنجن من الصفر. مع تعديل الهيكل وتحويل الطرق للتنمية في شنجن، تم إنشاء القاعدة الصناعية تدريجيا، وأصبحت التجارة الخارجية أكثر تركيزا على صناعات التصدير، وانخفضت نسبة صادرات التجارة التجهيزية تدريجيا، بينما ارتفعت نسبة صادرات التجارة العامة من 28% عام 2012 إلى 45% عام 2019. 原来呢，我们只能跟其他的一些厂商、友商做配套。现在呢，我们能够独立的面对市场，面对我们的客户。我们在产品选型以及在新的产品的研发方面，我们也有更大的自主权。 في السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع قوة الابتكار التكنولوجي في شنجن، أصبحت قيمة منتجات التصدير أعلى فأعلى. في عام 2002 شكلت منتجات التكنولوجيا الفائقة في شنجن 33% من إجمالي الصادرات، وفي عام 2019 لامست هذه النسبة 50%. 科技力量是我们这抢占国际市场非常关键的点。我们的新产品以用这种中国技术去让全球的消费者得到他们想要的体验，然后帮助他们完成生活和工作当中的一些需求。 أثناء دفع تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة في السنوات الأخيرة، شجعت شنجن بقوة الشركات على التوجه إلى الخارج وإجراء التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق. استثمرت أو شغلت مجموعة ميناء تجار الصين 50 ميناء في 26 دولة على طول الحزام والطريق، بما فيها تنزانيا وجيبوتي. 一带一路沿线国家，不少国家都提出，他说你们提出的这个蛇口模式还是非常有借鉴意义的。蛇口模式是一个什么模式呢？是前港中区后城，这是一个以港口为核心的综合开发模式。我们的 PPC 模式已经在吉布提落地生根，对当地的经济发展还是带来了非常好的益处。 من أجل بناء منصة للاستثمار الأجنبي والتعاون في المشاريع، أنشأت شنجن عددا من المؤسسات المتخصصة، بما في ذلك مركز ونقل التكنولوجيا البيئية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وتحالف التعاون لاستراتيجية التوجه إلى الخارج في شنجن. كما تتقدم شنجن بسرعة في بناء بنية تحتية لشبكة النقل بحرا وبرا وجوا، وقد تم تشكيل شبكة موانئ دولية شاملة بشكل أساسي.
نعم سيد عرفات، يعاد ابتكار مفتاح تطور لمنطقة شنجن الاقتصادية الخاصة، فبرأيكم ما هي الجوانب التي يتجسد فيها ابتكار مدينة شنجن؟ كما ذكرت، أنا أعتقد أن الابتكار يأتي في بداية من يعني هناك يوجد إشكال جديد من سياسات الانفتاح في القوانين، ابتكار في القوانين. هناك كثير من الابتكار في قوانين الضرائب المشجعة والتي تستقطب رؤوس الأموال وكذلك الاستثمارات الجيدة. كذلك هناك ابتكارات وإبداع أيضا في سياسات يعني استملاك الأراضي للمصانع وكذلك للمشاريع العملاقة وغيرها. أيضا هناك ابتكارات في استقطاب الكفاءات بشكل عام. كل هذه القوانين المتجددة التي بدأت من شنجن كما ذكرنا، الانفتاح والإصلاح الذي بدأ من شنجن أعطى لشنجن يعني السبق والتقدم في هذا المجال. لذلك هناك يوجد الحقيقة كثير من جوانب الابتكار. كما ذكرنا هي مدينة شابة ومدينة حيوية جدا. نعم. كل سكانها، معظم سكانها هم من المهاجرين. نعم أيضا نعم. مدينة مهاجرين يعني حيوية وشاب، وأيضا يعني كمدينة يجتمع فيها ليس مهاجرين من الصين بل مهاجرين من كل أنحاء العالم، وكمدينة يجتمع فيها رجال الأعمال العربي. فما هي خصائص حسب رأيكم يعني شنجان التي تجذب يعني أصدقاء العرب لقيام بأعمال تجارية واستثمار فيها؟ نحن نعلم أن كما ذكرنا أن شنجن من أوائل المدن التي بدأت فيها سياسات الإصلاح والانفتاح. لذلك كانت تجمع لرجال الأعمال العرب بدأوا أعمالهم من خلال شنجن. أعتقد أن الصناعات التكنولوجية العالية الإلكترونية بشكل عام هي التي استقطبت الكثير من رجال الأعمال العرب للزيارة والإقامة في شنجن بشكل عام. كذلك نعلم أن ميناء شنجن والميزات اللوجستية في شنجن أيضا هذه من أهم الميزات التي يعني استقطبت كثير من رجال الأعمال العرب كما ذكرنا، التجارة والاستغراق. وجود الكم الكبير من العقول والمهندسين المتخصصين في الصناعات الإلكترونية وغيرها أيضا هذا مجال كبير جدا لاستقطاب الشركات والمستثمرين العرب في مدينة شنجن. فكما نعلم وذكاء، وحتى رئيس شركة أبل صرح أن يعني الذي يستقطب المستثمرين الأجانب للعمل في شنجن، خصوصا كما نعلم أن منتجات أبل أكثرها تصنع في شنجن، هو التجمع الكبير للمهندسين والفنيين في مجالات الصناعة المختلفة وخصوصا الإلكترونية. كل هذه العوامل أعتقد هي جاذبة للمستثمرين العرب وغيرهم لمدينة شنجن. نعم، من خلال تجربتكم لسنوات طويلة في شنجن، ما هي خصائص التطور الجديد التي تظهر حاليا في التجارة بين الصين والدول العربية؟ أعتقد أن الخصائص القادمة للتطور التجارة بشكل عام يعني تتلخص في عدة نقاط مختلفة. أولها أن الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى بدأت تصدر قوائم الصادرات إلى الوطن العربي، واللي هي ذات التكنولوجيا العالية بشكل عام. وأعتقد هناك ما زال المزيد من المجالات للتطور، وكذلك يعني هناك فرص للشركات والبضائع الصينية أن تأخذ حصص أكبر من هذا النوع من الصناعات. الميزة الأخرى هي ميزة الاستيراد من الوطن العربي. أيضا هذه ميزة بدأت، نحن نقول التبادل التجاري بشكل عام ليس في اتجاه واحد، في اتجاه التصدير
إلى الوطن العربي، بل بدأ الآن الاستيراد من الوطن العربي أيضا. هذا مجال من مجالات التطور التي ممكن العمل عليها. المجال الآخر وهو مجال الخدمات بشكل عام. نعلم أن الصين لديها توجه أيضا كبير في تصدير الخدمات، وفي بداية هذا العام أقيم معرض الخدمات في بكين، وأيضا من المعارض الثلاث المهمة التي تهتم فيها الحكومة الصينية الآن، وهي معرض التصدير اللي هو كان في الفير المعروف، وكذلك معرض الاستيراد الذي في شنغهاي، أيضا المعرض الثالث معرض الخدمات التي ستزداد نسبة تصدير الخدمات في الصين، وهذا توجه كبير. فلذلك أيضا من الأشياء التي نتوقع أن تزداد في التبادل التجاري العربي الصيني الخدمات، تجارة الخدمات الصينية. نقطة أخيرة رابعة أعتقد أن أيضا الاستثمار وبناء البنى التحتية من خلال الشركات الصينية أيضا سيزداد، وهو قد بدأ في كثير من الدول العربية. أعتقد أن هذا ما زال لديه المجال للتطور من بناء الجسور والطرق السريعة والقطارات السريعة فائقة السرعة. أعتقد أن أيضا مجال البنى التحتية بشكل عام أيضا من المجالات التي ستتطور بين الصين وكل الوطن العربي، وخصوصا الدول المشتركة في مبادرة الحزام والطريق. نعم، وأيضا توقع الصندوق النقدي الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9% في عام 2020، ليكون اقتصاد رئيسي الوحيد في العالم الذي يحقق نمو إيجابيا. فكيف ترون نمو الاقتصاد الصيني في المستقبل؟ نعم، نعلم أن نمو الاقتصاد الصيني هو الوحيد الذي كان ينمو ويصل إلى 1.9%. هذا على مدار العام 2019، ولكن أنا أعتقد أن في العام في لا عفوا في العام عام 2020، أعتقد أن في النصف الثاني أو في النصف الثاني من العام كان أكثر من ذلك بكثير. يعني بداية العام 2020 هو الذي كان يعني الذي أثر على المجموع المتوسط المجموع. أعتقد أن المرونة وسرعة اتخاذ القرار والبنية التحتية الصناعية التي تملكها الصين ساعدت على تخطي هذه الأزمة بشكل سريع جدا، بل بالعكس ربما نتوقع بال2021 وال2022 أن تكون النمو الاقتصاد الصيني في يعني في أرقام قياسية. أعتقد باعتقادي المتواضع أنها ستزيد عن 7 إلى 8% بمتوسط العامين القادمين على أقل تقدير. نعم، شكرا جزيلا سيد رافات على معلوماتكم وتعليقاتكم، وأيضا شكرا مرة أخرى على حضوركم عبر الإنترنت في برنامج الصيني المال والأعمال. العفو ومرحبا بكم جميعا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء إلى حلقتنا القادمة.